ما دفنته حسيت ان انا دفنت معاه. بعد الشر عليك يا مهجة، مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك، انتي في حس شبابك وقلت راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عدي الله يرحمه كان واطي واطي قوي، ما سابش واحدة من اصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت اقفشه بيلعب في مناخيره، اقول له بتعمل ايه عدي، يقول لي بتسلى. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل، يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم، لما تتفعص يحط اصبعه في بقه، يعمل صوت بشع وهو بياكل. كنت برجع، لكن انا بصراحه غفرت له كل حاجه بعد لما مات. هفضل مخلصه له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي في غير ما جنتي طلع ذوق، مات بدري الحمد لله. راجع هاني تشري؟ سيف بوبلي يا رأفت، كابوتشينو سان سكر. مهجة هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الأسود بتاعي عشان أنا حزينة. ربنا يجعلها آخر الأحزان، أوكي؟ ماشي. على فكرة لطفي ألماس بقى هلكني، هيموت عليكي كل يوم مهجة مهجة مهجة. بليز بقى هني عليه شوية. ما يصحش، ده كان صاحب جوزي. الله، وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه والراجل مش جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كوليديا مو يجنن يجنن سينيب الجاغي. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني ان انا بكن له كل احترام. يا دكتا ودلع يا يقول لنا تغير. ايه اعملوا ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في القعزة؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعة بسرعة. حاضر. ما جاتش. راح فين يا راجل؟ خلاص بقى ماشي. بقولك ايه؟ على بال ما اتطرق الستات دول انا حاصل لغاية لطفي. وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده، فاهمه ولا لا؟ اربار يا جماعه، فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي باي. أنا مهجة النشار، حرم المرحوم عطية أبو سريع. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام، اجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي، صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. آه إحنا كده. آه الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. آه والله. لا 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 اجمد امال اجمد يا مدام اجمدي كده. ها ها لازم تجمدي. انا جمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده يعني، هو كان غلط كده بس. الله يرحمك عطيه. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطيه كالرجوله كالرجوله طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه. اي والله بس شهاده لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه وكأنه حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. اي أيوة والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا. اي أيوة والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي، ده دلعه. طاطا اخبارك يا طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميحه
كان انا محسن، ولذلك محسن، محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين، محسن جيت طاطا راح، طاطا جيت كانت فاحل، انت بنتك فاحل. يا حبيبي يا هاشم. قهوة قهوة قهوة. والبي بيرة ساعة. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك، سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب، انا سيرفيست على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب يا رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو، ها؟ عشان دي الظاهر انها ليله حلوه. ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه. أنا كنت بحب عطية قوي. إزيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسة الحمد لله. أحسن ميرسي قوي. لا 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 لا، أنا عايزك تبقي مؤمنة كده، لازم تكوني مؤمنة. لا لا لا، أنت بتعذبيني كده، أنت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنة و ها؟ بس بس حبيبي. يا حبيبي يا هاشم. مش هبارة يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعزه؟ ده محسن بيه هنداوي صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه، كان جدع وصاحب صاحبه. اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه، هو اللي انا دخلت عز غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده، ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي، لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار. اورفار يا روحي. اورفار، مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. بنت حلال يا بنت. باي يا راوي، ميرسي. بونوي رافض. عينيا يا باشا، هات لنا بقى ازازه تانية عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها عينيا يا باشا. والنبي يا باشا سيادتك، يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعدي جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشربي الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده ولا ده. عايز ايه؟ شوية بقى باشا بسطرمة على شوية جبنة على شوية لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونة مخللة كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلمية الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت. أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ ما أنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي. اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب. أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة معصفرة بقى كده على مزاجك. ها يا سلام يا باشا، كوبري الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع قوي. أخيرا مهجة وافقت عليا. ياه، أنا مش مصدق نفسي. أنا ما قلتش إنها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزة بتاعتي الأنثوية وباعتباري ست بفهم، أقدر أقولك إن مهجة بتموت فيك. إزاي؟ مهجة إنسانة مش عادية،
يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات تبقى أكيد معجزة. هو ده بقى اللي مخليني مش عايز أفرط فيها. أوكي يا محسن بيه، صدقني أنا أول مرة أعرف إن المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل إن سيبلي نمرة تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. آه طب والفلوس؟ فلوس إيه؟ 7 مليون دول برضو ما عندكيش فكرة عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضو ولا إيه؟ حاضر حاضر، بس اديني أسبوع 10 أيام أحضر لك المبلغ. طيب أدي إحنا قاعدين هنا أسبوع ولا 10 أيام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ أنت اتجننت بقى ولا إيه؟ أنت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ أنت بقى اللي مجنونة وقلت الأدب. لا احترم نفسك وأعرف أنت بتكلم مين؟ أنا اللي غلطانة إن أنا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى إنك أنت وليه لبط ومش هتجيبيها البر. وليه؟ زعلتك وليه قوي واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شويه. اصبر اصبر اصبر، وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا اللي حد؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر، اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي سعاده الباشا، الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا انجر. ايه في البابا رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا حشي دعوه بينا مش كده؟ اه سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان في طاطا ولا ميحه ولا حد انت عامل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ ارمله يا عيني ارمله، ولابسه فستان اسود والفستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. هو انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا حاملك. طب وديني، ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. فاكر انك انت استفرطت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. ما انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي لطفي لا 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 لا، تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها لا استنى، عشان ده بلوى هنا، في بلوى. اه تعالى شيل من هنا، تعالى شيل من هنا وانا شيل من هنا. ماشي ماشي. من عند الوراك وانا شيل من عند الراس. ها ايوه بس اسمع. لا استنى استنى، معكش كوريك؟ كوريك اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع، انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي 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 ماشي. استنى بس طب اسمع، ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحتها؟ اه انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي يلا. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا، وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك، يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضي وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه، بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. أنا باشا مش مصدق نفسي. أنا بتكلم مع سيادتك. أنا مرة شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا، وأنت بتحكي عن قصة كفاحك وإزاي بدأت من الصفر ووصلت بقيت أهم رجل أعمال في مصر. بص بص يا رافض. يا باشا
اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك انت اخويا، عنك انت. ايوه عارف رجل اعمال لما جيله فرصه لازم يثبت فيها، يمسك فيها بارد، ما تسيبهاش. ما تسيبهاش ابدا. يا سلام. مش نوم ولا حاجة عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه. ما يصحش يعني. طيب. طب ما نلبسها قميص نوم، ما يصحش حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. بتحب تنام كده. اتفضل.